الصعيد، قناة مصر السابعة. أهلا بكم، معكم دكتورة منى كريم، أستاذ مساعد بكلية فنون جميلة جامعة اسكندرية. أحب أقول في الفترة اللي احنا فيها دي كلنا بنعاني طبعا من انتشار فيروس كورونا، ولكن نخلينا يعني حذرين ان احنا نعتزل ونخلينا في بيتنا. وطبعا احب اقول لكل الفنانين ان الابداع بيولد من رحم المعاناة، ودي فرصتنا ان احنا نشتغل اكتر. طبعا بسبب تفرغنا ان احنا قاعدين، فده يدينا وقت اكتر ان احنا نبدع ونطلع حاجة ايجابية نقدر نقاوم بيها الفترة اللي جاية دي، نقدر نتذكرها بإيجابية في المستقبل.